عماتي وجوزي زعلانين مش عارفه مالهم. الظاهر كده ان في حد حرق دمهم. بصوا بقى انا هحكي لكم الحكايه وانتوا تحكموا بقى. جوزي النهارده طلع من عند امه مش طايقني وعمال يتخانق معايا، وجيت اسال واقول له مالك يا حبيبي، راح ضربني بالقلم. طبعا اي واحده فيكو على طول هتجري وتغضب عند اهلها، لكن انا بقى الوضع معايا مختلف وقررت اني هعمل حاجه تانية خالص. دخلت بقى يا حبايبي غيرت هدومي ولبست واتزوقت ودخلت المطبخ وعملت له كوبايه قهوه وحطيتها قدامه وقعدت جنبه على الكرسي. بصلي كده وقال لي انتي واهلك ما عندكمش دم، حسي على دمك وامشي من هنا، انا مش طايقك. صدقوا بالله صعبت عليا نفسي، وكان نفسي بقى اتعارك معاه وامسك في خناقه، بس قلت لا. رحت ابتسمت كده وقلت له يسلم لسانك يا لهوي على كلامك القمر ده. قال لي انا بشتمك يا قليله الدم يا بارده زي امك. زي امي؟ لا بقى ده انت عايز تتقدم. بس انا ما قلتش كده. رحت قايله له يا لهوي حتى شتمتك سكر، لسانك بينقط عسل، يا لهوي انا متجوزه ايه ده قمر يا ولاد. بس انا كان جوايا بيغلي، كان نفسي امسك حاجه وافتح دماغه كل اللي الام برضه. بس انا قلت بقى ايه، لازم اكمل اللي انا بداته. راح مصرخ في وشي وطردني بره البيت ورمالي العبايه بتاعتي والبوك بالفلوس على السلم. قلت فلوس؟ طب حلو برضو. رحت لابسه العبايه بتاعتي ونزلت جبت لب وفول سوداني ومكسرات وشيبسي وبيتزا وبيبسي، وطلعت بقى ايه وعديت على حماتي، ما انا لازم ازورها برضو. بس هي اول ما شافتني اتصدمت وقالت لي هو انت كنت فين ومتزوقه كده؟ اصل جوزي حبيبي يا حماتي بعتني اجيب له بيتزا ومكسرات وبيبسي عشان نسهر سوا، اصله من ساعه ما طلع من عندك وهو عمال يقول لي انت وحشتيني يا ست الكل يا ست الناس كلها. يا لهوي يا حماتي انت مخلفه قمر. راحت قايله لي ايه يعني ما اتخانقش معاكي ولا زعقلك؟ قلت لها لا تفي من بقك يا حماتي بتقولي كده ليه، ده عمال يدلع فيا من ساعه ما طلع من عندك، ربنا يخليه لي يا رب. اكيد انت قايله له عني كلام حلو، ربنا يخليكي يا حماتي ويديك على قد نيتك. وسبتها بقى تخبط دماغها في الحيط. وطلعت بقى شقتي واول ما شافني برق وكده وقال لي ايه اللي رجعك، انا مش طردك من البيت يا بارده يا عدمه الدم، خلي عند اهلك دم واخفي من هنا. كان نفسي البسه البيتزا في وشه بعد الشتيمه دي كلها، بس انا ما عملتش كده. رحت انا قلت له يا حبيبي ده انا جايبه لك الحاجات اللي انت بتحبها. لقيته قام كده اهو وقعد يقول لي انت هتشليني حرام عليكي، راح قعد يخبط في ايده كده في الحيط لحد ما اتفتحت. هو انا كده عملت له حاجه ولا زعلته؟ وفجاه بقى لقيت ابوه عمال ينادي عليه، وعرفت بعد كده ان حماتي فضلت تصوت لحد ما وقعت من طولها والدكتور مشتبه في جلطه. مسكينه والله اكيد في حد زعلها. حماتي بقى جات لها جلطه وجوزي ايده اتعورت وراح خيطها. مش عارفه مالهم مين اللي زعلهم، يكونش في حد حرق دمهم. احلف لكم بايه، من كتر ما انا زعلانه عليهم ما خلصتش البيتزا العائليه، وفاضل شريحه منها والله، وكمان البيبسي فاضل ربعها. واديني اهو واخده المكسرات والشيبسي وهنزل اسهر جنب حماتي علشان اول ما تفوق تلاقيني في وشها فتفرح وتخف بسرعه. يلا اعمل الخير وارميه البحر، مش عارفه والله قلبي الطيب ده هيوديني لحد فين، يا ريت في مني اتنين في الدنيا. هو انا كده ابقى غلطانه؟ بس صعبانين عليا قوي والله، يا ترى مين اللي زعلهم وحرق دمهم؟ اتصل بقى بجوزي بقى واطمن عليه واقول له يتغدى ايه، الراجل تعبان ومتعور برضه، وبالمره يجيب معاه فاكهه عشان حماتي. طيبة والله انا وبنت حلال، يا لهوي عليا وعلى قلبي ده.